ألمانيا، ألمانيا اللي السيد الرئيس ومصر ليها علاقات قوية بميركل طبعا وبشركاتهم هناك وبشكل الاستثمار، ونجيب منهم غواصات ونجيب منهم محطات كهرباء. ألمانيا فيها قطاع في الإعلام معادي لمصر والإخوان مخترقينه وبيشتغلوا فيه، تمام؟ فهم يكذبوا في كده. زمان العيال لما كانت تلعب كرة في الشارع يقولك علي وانا شوط، واحد هيعلي الكوره والتاني يشوط يجيب جون، فهم بيلعبوا وان تو كده، واحد يعلي واحد يشوط، واحد يفبرك وبعدين بس الخبر ينزل على اي موقع بثلاثه صاغ ملوش اي لازمه، وبعدين قالت الاعلام المعادي تاخد الخبر ابو ثلاثه صاغ ده وتلف عليه بقى، ونلاقي روحنا بقينا في فقاعه من الاكاذيب. ده هو يا مصريين الحرب النفسيه اللي كنا بنعيشها قبل الانتصار. جيشكم مش هيحارب، ده اياميها نزل مظاهرات طلبة الجامعة سنة واتنين وبقوا يقولوا عايزين نحارب، لانه كل اللي بيتقال على ان مصر مش هتحارب ومش هتنتصر مغضبهم. فمصر مش هتحارب، ماشي، جيشها ضعيف، ماشي، تسليحها بايظ، ماشي، النهارده ده دوبلير، اوكي، المغرب تقول لا ما حدش، نفس الحرب النفسيه بادوات، نفس الحرب النفسيه بادوات مختلفه وبمضمون مختلف، بمضمون يتفق مع الصراع النهارده. الشائعات، الاكاذيب، الفبركه. طبعا النهارده التكنولوجي اتطور، فبقى عندنا ميديا وعندنا شبكات تواصل اجتماعي وعندنا لجان الكترونيه، انما لما تنفضي كل ده من الدوشه تلاقي خط واحد هو نفس الخط، نفس الهدف. ازاي تفقد المصريين الثقه في انفسهم وفي الدوله؟ الاخوان بيعملوا كده النهارده، واسرائيل كانت بتعمل كده زمان، او هما الاثنين بيعملوا كده دلوقتي. ما انا يعني لا ابرئ هذا من ذاك ولا وذاك من هذا، يعني هي الشيله واحده.